ميدو ساب الاسماعيلي، كابتن احمد حسام ميدو ترك الاداره الفنيه لنادي الاسماعيلي، ومن شويه القرار هو واتبلغ اللي ترك ولا إقالة؟ الاداره قررت توجيه الشكر لكابتن احمد حسام ميدو. هو حتى عمل تصريح اهو هقراه لكم دلوقتي، هو قال انه فوجئت بمكالمه من محمد عبد المنصف مدرب الحراس في النادي بان مجلس الاداره تواصل معه وليس معي، قالوا له ان هناك قرار تم اتخاذه برحيل ميدو، ليس لدي مشكله، مصر كلها تشهد انني عملت بجهد. ده لا عيب، تعليق كابتن عبد الجليل. لا لا عيب، عيب لو ما بلغوهوش وبلغوا منصف ان هو يبلغه بعد احمد ميدو ضحى واجتهد، وكان انا اعرف ان هو كان بيساعد من جيبه بحاجات للعيبه، حاجات يعني بيساعد وبيجري وبيحاول معاهم وواقف مع الجمهور، ما كانش فيه اداره، وما يستاهلش حتى ما يستاهلش كلمه شكر من، وانا عارف ان الرئيس الاسماعيلي اللجنه المعينه راجل محترم جدا، راجل لواء، راجل كان محافظ وراجل عارف يعني ايه. طب ما تواجه قول كلمه قول له فيها احراج شكرا نتيجه اللي انت بتقوله ده، يعني هو عارفين انه اشتغل اجتهد، ما فيش يا كابتن في ممكن الكوره يكون احراج. انا لما كنت في المقصه وشايل المقصه بقالي 15 سنه، لما اخد الخبر في اخر لحظه ان انا امشي من المساعد اللي معايا من رئيس النادي ما يكلمنيش، اللي هو وليد وليد لعشره عمر، لا انا اتضايقت اتخذت. انما انت مهما تعمل مفيش احراج في الكوره، لا مرحلتك شكرا يا كابتن حسام، كتر خيرك انت عملت اللي عليك، واجيبه النادي واعمل له تكريم واعمل له شكر، هو ده الاحتراف، هو ده النظافه، هو ده الشغل. انما اخلي مدرب الحراس اللي يكلمه. طيب كابتن عيد، من الناحيه الفنيه هل القرار مجلس الاداره كان مضطر ان ياخد قرار زي ده؟ الصراحه اه للاسف يعني الصراحه اه، انا ميدو بحبه جدا على المستوى الشخصي، لكن هو الفترة اللي فاتت أنا شايف الإسماعيلي مفيش تقدم، الموضوع صعب جدا، حتى الماتشات اللي بتلعبها لو بتلعب بس برضه ميدو غامر بالموافقة على تدريب الإسماعيلي، هو غامر طبعا بصراحة. الموضوع بس أنا هكلمك بصراحة، صراحة أنا مش يعني موضوع الحتة الفنية أو الشغل الفني على أرض الملعب، أنا شايف إن مفيش تقدم للإسماعيلي الفترات اللي فاتت، كل الماتشات الإسماعيلي بيلعب اللي هو رد فعل في كل ماتشاته على ملعبه وبره ملعبه مع كل الفرق، حتى الفرق اللي هي بنفسه في موضوع الهبوط دوت. انت في الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا على نادي الاسماعيلي، ويعني ما فيش تطور عن الفتره اللي قبليها يعني ما فيش تطور عن انت دخلت كمان في مرحله صعبه، انت بدات الدور الثاني. طب ما خلاص الموضوع صعب جدا، مفيش هزار بقى، وانت يعني كمان انت بتتكلم يعني في الفرق اللي تحت خلاص. كمان عندها امكانيات يعني مثلا البنك الاهلي الاخير في الدوري امكانياته رهيبه، وممكن وارد جدا ان هم يرجعوا في اي وقت، اقوى وارد جدا ان هو يعني يرجع. انت لغايه دلوقتي في امال ان انت تنهض، يعني انت الاسماعيلي 14 والبنك الاهلي 14، النهارده لو كسب كان هيبقى 15. النهارده لو كسب كان هيبقى 16 بونت فوقيك امبي وطلع الجيش 17، يعني انت لو كسبت ماتش الاسماعيلي هيبقى فوق امبي وفوق طلع الجيش. كابتن لسه فيها، بس انا بقول لك كواليتي اللعيبه، ما انا قصدي ان انت لو يعني لو الحظ اشتغل معاك للفروق مش بعيده، لسه في امل. لكن الحظ ما بيديش للبليد الصراحه، ماشي، بس اللعيبه بولده انت دخلت لسه كنت هقول لك اللعيبه بولده قوي يا كابتن، ضعاف قوي، مش دول اللي يمسكوا جدا، مؤسف جدا، وحاله اللعيبه في الملعب بس في اسماء كويسه في الملعب، هو في اسامي كويسه، ما هي دي المشكله اللي بتكلم فيها، في اسامي كويسه ومش شايف ناتج، يبقى المشكله فين؟ الاداره مش هتتغير. عبد الرحمن مجدي نزله النهارده شويه، الاداره الفنيه هي الحاجه الوحيده اللي يعني تفرق. عبد الرحمن مجدي استنى بس، لا خلينا في عبد الرحمن مجدي، بيتخانقوا عليه وبيقولوا جددوا له والحق، ده نازل النهارده عال على الفرقه، وهو اصلا ما حسيتش ان ادى نادي الاسماعيلي حاجه من ساعه لما قعدوا يتخانقوا عليه. يعني بقول له لا فوق، شو ايه ده، انت الاسماعيليه كلها املها فيك انت وانت بتنزل، ولا هنا مدبولي بيجري الناحيه الثانيه، الشامي بيلعب فردي، دي اسامي حضرتك بتقولها كويسه. ده غير بقى اللي موجودين باسم مرسي ما اعرفش مين ومين ومين. لا باسم ماشي، ده باسم راح حته ثانيه. الفرويد اللي هو اسمه ايه؟ باسم راح البنك باين؟ تونسي. باسم في التونسي دوت اللي لعب النهارده ده مش وحش. مش وحش الحقيقه، عامل ماتشات الشواف. عامل ماتشات كويسه اللي فاتت، هو يعتبر اسمه ده، هو ده النهارده نزل اخر في الدقيقه 97 تغييره في الدقيقه 97 ودوت لعيب افريقي، هو ده من اخطر الناس الدور الاولاني عندهم، لعيب كويس يعني، ده من اخطر اللعيبه الدور الاولاني عندهم، يعني في اسماء اهو. طبعا
النهارده بتلاقي فرقه المحله فرقه محترمه جدا، والكابتن عبد الباقي مدرب كويس جدا جدا من مدربين الشباب اللي قاعدين، انا بحبه جدا وبحب اسلوب لعبه وطريقته. والنهارده بيلعبوا 10 لعيبه وهم مطرودين، هم اخطر بكتير من الاسماعيلي في الماتش، اخطر تحس ان هم اتعادلوا. الاسماعيلي في باير محمدي مثلا من اللعيبه اللي اسمها برده كبيره، يعني باير محمدي لعيب اسمه كبير، وعماد حمدي، وعماد حمدي اللي جاب جول النهارده، يعني في اسماء يعني. والواد الدسوقي الباك ليفت ده كان لعيب كويس قوي، بس اللعيبه ومخلوف بتاع نص الملعب ده لعيب كويس قوي، بس يا كابتن مفيش ما تحسش يعني. انا بحس ان الجمهور ده يحرك الحجر اللي هم تحس هم ما عندهمش دوافع. بعد الجون التعادل يا احمد، الجمهور الاسماعيلي فضل قاعد ما خرجش من الاستاد، فضل متنحين. ايه اللي بيحصل ده؟ مش مصدق. وده فعلا والاسماعيلي بقاله 5 سنين كده، هي مش وليده الصدفه، ده حقيقي. ومش ميدو اللي شويه وحش عشان ميدو ولا مش ميدو، لا ما كان في قبليه كذا. كل الصفقات اللي جت دي واللعيبه دي، لا لازم في حاجه تفوق. جون قاسي جدا في اخر دقيقه، يعني يستاهلوا المحله يا كابتن. ده مضيعين 4 5 تجوان وهم ناقصين واحد. الموضوع لو ما فيهوش طرد الشوط الاولاني كان المحله تكسب. المحله يكسب. المحله اخطر الشوط الاولاني بكتير. الاسماعيلي بيلعب تحت الكره بشكل مبالغ فيه، في ملعبك وجمهورك بتلعب مساحات تحس شوارع. فرقه المحله بياخد الكره من هنا يوديها هنا، يروح ناقل مغار الملعب الناحيه الثانيه يروح ماسكها. الراجل الوينج ليفت بياخد ويعدي براحته بيشوط وبتاع الافريقي ده، يعني ما الموضوع جدا على نادي الاسماعيلي الصراحه. الله يكون في عون الجماهير والناس اللي موجوده. لازم يجيبوا مين؟ هيجيبوا مين؟ هو اعتقد كابتن حمزه الجمل اقرب حد. وخلي بالك هو انسب واحد. هو كان السنه اللي فاتت يعتبر فنش معاهم بشكل كويس، مش عارف بقى هم غيروا حبوا يجددوا بقى. لا مش حبوا يجددوا، ما دي تاليفه من تاليفات الاداره اللي كانت موجوده. ما اذا كان الرئيس النادي طلع قال لك انا كنت مأيد واحد مجامله ومش مجامله، انما انت تشيل حمزه الجمل وحسني. يا جماعه حسني عبد ربه لازم يبقى مدير كوره. انا في الفتره اللي فاتت الاسماعيلي لما كانت فايقه مع حمزه، عشان كان معاهم حسني بره. حسني كده وراجل بتاع شغل وراجل يعرف يلم الفرقه ويوي. ازاي تضحي بالاثنين دول وتقول لهم شكرا وتجيب اي حد يمسك؟ الناس ماشيه كويس وقعدوك في الدوري وحمزه ده ابن النادي، انت فاهمني؟ فدي كانت غلطه برضه. فهو يمكن انسب واحد يرجع دلوقتي. مشكله هم السنتين اللي فاتوا كمان يا كابتن قاعدين في الدوري 37 و38 بونت واللي نازل 35. يعني انت دي مشكله الناس مش بصالها، ان هو قاعد بالعافيه كل سنه بتقعد بالعافيه بقاله فتره كده صح. والمشكله هو عنده لعيبه مش وحشه، يعني انت ما تقولش عليهم لعيبه وحشه صراحه. مش وحشه بس مش عارف لغز، ما اعرفش جوه الملعب ولا بره الملعب ولا اداره. كل حاجه كتير. كل حاجه، كل كوكتيل مع بعض. فاكر الاتحاد من 3 4 سنين قعد فتره بينافس على الهبوط كل مره، بقاله سنتين الحاج محمد الله يبارك له، محمد مصلحي، بص يا كابتن، لا نهض بالفرقه. اقول لك على حاجه، هات كل الفرق اللي متراجعه السنه دي اتفاجئت بالتراجع تلاقي فيها مشاكل اداريه. طب البنك الاهلي ايه المشاكل الاداريه؟ هقول لك على ايه. استعجله كابتن خالد جلال طبعا. بص عملوا تغييرات سريعه طبعاً. كابتن الفكره يا احمد، هو بدا الموسم عايز ينافس، عايز ياخد الدوري، عايز يخش مربع الذهبي. الفكره يا احمد مش حصل. كابتن خالد جلال ما كملش. انت داخل الموسم بلاش البنك الاهلي، امبي. بس امبي دايما بيغير ويبيع لعيبه كتير يا كابتن. يعني هم اعتمدوا على، يعني هم دلوقتي واخدين فرقه مثلا في الدرجه الثانيه بيلعبوا اللعيبه الناشئين بتاعتهم. ديروت لا ده ديروت سيرابيكا. مصر السلوم، لعيبه الناشئين بتوعهم كلهم بيروحوا يلعبوا هناك، بيلعب الناشئين بتوعه عشان يستفاد بيهم ويلعب في الدرجه الثانيه وبيجيبوا السنه الجايه. ايوه كابتن، ما انت هتهبط. ايوه ما انا عارف. هو فضلت كده، هو عنده مشكله. لا. هو عنده مشكله برضه بقاله 3 سنين. ايوه انا بقول لك الادارات اللي موجوده دلوقتي نفس الوضع برضه. موضوع طلائع الجيش في اول الموسم كان كابتن علاء عبد العال موجود مثلا في اول 3 أو 4 ماتشات خد 5 بونت، ده طبيعي عادي يعني. تمام، الموضوع مش استعجال، استعجلوا على الراجل وراحوا ماشيين وشالوا وراحوا جابوا الكابتن محمد يوسف وبعدين مشوه وجابوا الكابتن عماد. مشاكل مشاكل مشاكل. أيوة. الفرق اللي مستقره اللي تحس اللي هي مستقره قوي السنه دي المقاولين العرب مع كابتن شوقي الصراحه، لان الكابتن شوقي اتفق مع الاداره على كده. لا وكابتن شوقي مدرب كبير، انا هقعدكم يعني اتفقوا ان هيقعدوا الموسم اللي فات ونبتدي نجهز لوغاريتم. برضه سيراميكا لوغاريتم الصراحه بالنسبه لي.